يا رضا يا رضا. ايوه يا احمد. ايه ده؟ بسم الله ما شاء الله. ارجع بس ورا شويه، ارجع. ايه رايك؟ ايه ده؟ جبت حاجه كده عشان جايب كمان واحد؟ لا هو ده بس. هو ده بس ايه؟ ده صغير. صغير ايه يا بنت؟ ده حاجه حلوه. بصي يعني 15 كيلو ولا حاجه اهو. 15 كيلو؟ 15 كيلو هنعمله بهم ايه دول؟ لا 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 لا، ارمي البتاع ده هنا وتعالى نطلع نتكلم فوق. ارمي. يلا بس هنطلعها فوق. يلا اطلع. هتطلعها فين؟ على السطح. اخد تشيل البتاع اللي عندي. ما تخافيش. خد يا بنت. في بيتك. مش عارفة انا والله. ايه ده؟ مالك رضا؟ في ايه؟ احمد يا بابا. ماله احمد؟ احمد جايب لي معزة ولا جدي صغير زي كل سنة يعني. انا اهو جه اهو. بالراحة يا رضا، بالراحة، الامور تمشي. يا حاج لو سوا. انت يا ابو حميد عامل ايه؟ ربنا يجعلك في الزيادة. انا حد لاهلي وحد لاخواتي ايه؟ لما انت جايب لي جدي ولا معزة كده صغير انا وشكل قدام الناس. صغير يا بنت حلو. معلش يعني يا بابا، معلش. وليد ابنك 15 كيلو يعني. وليد ابنك التاني يعني يا بابا. مال جايب؟ ومش جايب ذبيحة كبيرة وانا اضحي بمعزة ولا جد؟ انا ماليش دعوة بحد، انا على جد ظروفي. كل واحد قدام الناس. لا انا ما بندورش على المنظر يا رضا. انت بتدور على المنظر؟ اه طبعا يا رضا، مش اقل مني. لا ولا طبعا. وليد اقل منك. لا ملناش دعوة بحد. معلش يعني اول الحاجه دي جايه طالعه لله، ما فيهاش كلام، ولا كبيره ولا صغيره ولا بكام ولا مش بكام. بس حاجتي يعني ايه يعني؟ حاجتي يعني المفروض ان احنا بقيمتنا كده نجيب حاجه كبيره كده وندبحها. احمدي ربنا. صلى على النبي. احمدي ربنا. صلى على النبي. عليه الصلاه والسلام. بص يا بابا. بص يا بابا، صلى على النبي. عليه الصلاه والسلام. انت بس الاضحيه ديت من زاويه ايه؟ منظره فشخره قدام البشر. ايوه. ولا جزاء من ربنا؟ مناظر قدام الناس. مش منظر يعني يا بابا، بس يعني رضا وليد مش اقل مني يعني. انت بتكلمي كلام انا بنسمعه دلوقتي. هنتوزع على مين وندي لمين ونخلي مين؟ اهلي برضو لازم يعني. اهلك دول تستحقوا الاضحيه؟ كل هياخدوا مناب واحد كده؟ اهلك دول مقتدرين يجيبوا ضحيه ولا مش مقتدرين؟ انا مش بتكلم. استنى بس يا ابني سيبني. هو دلوقتي لما اجيب ضحيه صغيره واقف سنها 6 شهور زي ربنا ما جاش ويذبحها وياخد الصواب من ربنا وملوش دعوه بالمظاهر، ولا يروح يجيب ضحيه وما دفعش ثمنها بالدين وترجع الناس تطالب بيه بعد ما يضحي؟ يبقى اسمها ضحيه ازاي؟ ما تردي انت بتبطلي اني. ما تردي كلميني يا بنتي. يبقى اسمها ضحيه ازاي يا بابا؟ مش انا بدور برضو على شكل قدام الناس. بص يا رضا، انا ما بدورش على الشكل يا رضا. استناني يا احمد، ما تشغليش بالك بالناس. ربنا يا عم محمد رحم الله امرنا فعرف قدر نفسه. انا النهارده مقتدر نجيب ده ب 2 جنيه ب 10 جنيه باكتر بجد، نجيب على جد ونمشي على جد. والله يقطعها خالص، يقطع اللي ربنا قال عليه. ما يضحيش، يضحي على جده ويوفي ولا ما يعملش. يا رضا مالكيش دعوه بالناس وما تشغليش دعوه بالمظاهر. النهارده مش زمن مظاهر، النهارده ديت حاجه ربنا. احنا نحمد ربنا اللي احنا ربنا كرمنا وجبنا حاجه صغيره كده وبنطلعه لله. مساحه ما كنا ما جبناش خالص. صغيره رضا ولا ما فيش؟ عمرها ما كانت بالمنظر. عندك حق يا بابا، والله انت بتقول كلام والله على راسي. ما تشغليش بالك بحد يا بابا، اعملي اللي يرضي ربنا بس. منظره بلا زفت بقى. اللي يرضي ربنا بس. صح. ربنا كده وانا جايبها ليا. وديت بص خلي بالك، الشويه ربنا يبارك في البيان، بس اهمش النيه. النيه تبقى سليم وانت ابن ربنا يقويك وتجعلك في زياده. انت يا بنت لما تجيبي حاجه زي دي وتفرجها لله والناس الغلابه، ها على جل حتى كل واحد هيدعي لك دعوه حلوه. الله يبارك لك، الله يسترها معاكي. ولا عايزه المنظر؟ اه ده رضا واحمد جايبين ذبيحه ومعاهم فلوس ياما وعايزه تبش. يا احمد بص يا احمد، الشويه ربنا بيبارك فيه بالبيان، طالما النيه هنا طالع بنيه سليمه ان ده طالع لله. ده اللي انا عايز افهمه لك. هي خلاص فهم. خلاص يا بابا، خلاص يا بابا، فكك من المظاهر وفكك من الكلام ده كله وخلينا مع ربنا. خلاص هنطلع نصلي انا ابو حميد. ماشي. لسان طيبين. طيبين. راح فين؟ هنصلي بقى. طيب ماشي. ماشي حبيبي. شايف الكلام الحلو ازاي؟ خلاص بقى يا احمد، انا فهمت والله. ابوك ده بيقول كلام احسن كلام والله. هنفضلوا نتعلمه لحد امتى؟ انا هقوم احضر الاكل بقى. لسان طيب. طيب. مالك ضربه بوزك ليه كده؟ اضحكي بقى.